السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أربع مواقع بيساعدوني في أتمتة الشغل بتاعي. يعني إيه أتمتة؟ يعني في حاجات بتعمل مانيوال، كنت مثلا باخد حاجة معلومة من موقع وأوديها في موقع تاني، لا أصبح إن أنا بقول له اعملها لي بشكل أوتوماتيك. يعني مثلا إيه، أنا رفعت فيديو على اليوتيوب، فبقول له أول ما يترفع على اليوتيوب نزله على الوورد بريس. تمام. اول موقع معانا ده موقع معتمد على الذكاء الاصطناعي شيتلاير، بتكتب له كأنك بتتكلم مع واحد صاحبك، فبتقول له اول ما تلاقي هيحصل كذا اعمل كذا، فهو يبدا يعمل لك عمليه الاتمته ديت. تمام. يعني بتقول له مثلا انا عايز اول ما شخص معين ينشر حاجه على اليوتيوب يجيلي ايميل مثلا، او يجيلي تنبيه، او اعمل بوست اباوت AI اوتوميشن تو تويتر، كل يوم الساعة كذا انشر معلومة عن الـ AI على تويتر، فهو اوتوماتيك يبدأ ينشر لك. تمام. يعني انت ما تبقاش فتح التويتر ولا فتح النت وينشر لك حاجة معينة، ممكن تديله مثلا مجموعة كبيرة من الاحاديث، 1000 حديث، وهو يبدا ينشر فيهم، كل يوم ينشر لك حديث على الصفحه بتاعتك. تمام. كصدقه تجاريه مثلا. تمام. دي الفكره يعني ببساطه. هتلاقي الاتمته دي بتفيدك في كتير جدا. يعني انت بتلاقي مثلا في حاجه بتقعد تعملها بشكل مانوال وبتاخد منك وقت، هو ممكن يبدا ان هو يسهل عليك الموضوع دوت. ممكن مثلا تشغل مع امازون، فتقول اول ما يجي مثلا حاجه مخصصه معينه ابدا انشرها على المدونه بتاعتي، بحيث ان انت توفر وقت. فدي من ضمن الادوات. وبص، بتشتغل مع الانستجرام، بتشتغل مع الاي اي، بتشتغل مع كذا. يعني ممكن تقول له اول مثلا الاي اي اي سؤال وجاوبني، خد السؤال والاجابه وانشرها عندي في المدونه بتاعتي. تمام. فهي بتشتغل مع مواقع كتير جدا. ممكن حتى تقول له كل ما تنشر حاجه ابدا اعمل لي كده في الاكسل الترتيب بتاعهم. انت مش بتكتب برنامج، انت بتكتب له باللغه البشر او بالانجليزي او بالعربي اعمل لي كذا، فهو بيبدا يعملها لك. دي ميزه الذكاء الصناعي. يعني لو انت بتعمل برنامج هيقعد يقول لك لا سيبه كله ناقص، لا ده في قوس ناقص، فبتلاقي في تضييع الوقت. تمام. طيب خلينا نشوف الاي اف تي تي، وده انا يعني يوميا بشتغل عليه. عباره عن ايه؟ نفس الفكره، هم كلهم الاربع حاجات نفس الفكره، ان انا بقول له اول ما احصل حاجه اعمل حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ خلينا نشوف مثلا ماي ابلز. تمام. بقول له ايه؟ ببلش يور نيو فيديو از وورد بريس بوست، اول ما تنشر يوتيوب ابدا انشر على الوورد بريس. طيب اعمل لي باك اب للوورد بريس على جوجل درايف، عشان لو الموقع وقع انا عندي باك اب موجود. تمام. اول ما في صوره غيرها على الفيسبوك او تعمل لي تاج تتنشر على الوورد بريس. تمام. سند يو فيد ايتم تو تليجرام، اول ما بنشر حاجه بيبدا ينشرها لي على التليجرام، يبعت لينك ليها وبعت لي حتى الايه. الار اس اس تو تمبلر، لو نشرت حاجه على الار اس اس بيبدا ينشرها في مواقع كتير جدا، فده بيديني لينكات. تمام. بالشكل ده. طيب زيبر برضو نفس الفكره، بيقول لك لما تنشر حاجه على الفيسبوك ابدا حطها هنا وهنا وهنا وهنا. هو بيشتغل مع حاجات كتيره جدا. يعني ممكن مثلا اول ما احط حاجه على المتجر الالكتروني يبدا ينشرها هنا، يبدا يشوف التو دو ليست اللي المفروض يبدا يعمل لك ريمايندر. تمام. ففي شويه امكانيات كويسه جدا. ممكن تقول له اول ما انشر حاجه على الفيسبوك ابدا ابعتها على القائمه البريديه. كل الادوات دي هو بيشتغل بيها. طيب ميك برضو نفس الفكره، هم كلهم نفس الفكره، بس ممكن تلاقي واحد فيهم مرتبط بحاجات والباقي مش مرتبط بيها، فتبدا انت تشوف البدائل. تمام. هو بيقول لك ان هو ريبليس للحاجات ديت، فبيبدا يعمل لك اوتوميت، يقول لك لما يحصل حاجه معينه تبدا ان انت تنشر الحاجات دي. مثلا لما يكون في ميعاد او كده تبدا تبعت لي تنبيه، او دي كل الحاجات اللي هو بيشتغل بيها. فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها تعملها. ممكن مثلا بيدي صفحتين او ثلاثه تنشر فيهم وانت عندك صفحات كتيره، فتستغل اي اف تي تي في بعض الصفحات وزبر في الصفحات وميك في صفحات ثانيه. ده برضو نفس الفكره الاوتوميشن.
بحيث ان هو يسهل عليك ان انت بدل ما تقعد تبذل جهد كل يوم في نفس الحاجه، لا انت بتظبطها مره واحده وهو يتولى النشر ويتولى الاتمته، بحيث يوفر على نفسك الوقت. ده موقع ليس وورك مور فلو، انت بتبذل جهد بسيط تظبط الحاجه وبعد كده هي تفضل مدى الحياه. يعني انا الاول لما كنت برفع فيديو على اليوتيوب ابدا احطه على الورد بريس وبعد كده احطه على الفيسبوك وبعد كده احطه على 20 موقع تاني، فده كان مرهق جدا، فهو وفر وقت كتير جدا ان هو اوتوماتيك بيعمل الحاجات ديت. فاتمنى الموقع دي تكون مفيده لكم. انا اكتر واحد بستعمله IFTTT، لكن الباقي برضه بستعمله بقدر ما، يعني ساعات بلاقي حاجه مش موجوده هنا فبعملها هناك. لو في موقع انت جربته وعجبك يا ريت تكتبه لنا في التعليقات،